سيادنا، السلام عليكم أصدقائي متابعي قناة تكفونسات. أهلا وسهلا بكم في شرح جديد ومفيد كالعادة إن شاء الله. إذا كنت من الزوار الجدد للقناة لا تبخلنا بالاشتراك والضغط على الجرس ليصلك الجديد من الفيديوهات المميزة إن شاء الله. شرح اليوم غادي نهضر فيه على جهاز أوروفيو. أوروفيو كما كتشوفوا هنايا أونيفرسال ميني 2020، كما كتلاحظوا هنا. غادي نهضروا على المميزات ديال هذا الجهاز وكذلك العيوب ديال هذا الجهاز، فهو يعد من ارخص الاجهزه اللي كاينه حاليا في الاسواق المغربيه. الثمن ديالو لا يتعدى 150 درهم، 3000 ريال 150 درهم. في 6 شهور ديال سيلفر ستار كام برو، وكذلك في الشهر ديال الاي بي تي في. هو يدعم الخاصيات ديال الملتي ستريم، هي القنوات تي ان تي بالنسبه للقمر اوتيلسات 5، قنوات تي ان تي الفرنسيه وكذلك الايطاليه، اول قنوات تي ان تي المغربيه الموجوده في اوتيلسات 21، وكذلك تي ان تي الاسبانيه الموجوده في الهيسباسات. يدعم خاصيه الكاتر جي، موجوده الكاتر جي هنا اصدقائي، هذه الكاتر جي، وكذلك الواي فاي في مخرج اليو اس بي الاش دي، وكذلك الاف بالنسبه لاجهزه التلفاز العاديه. ولكن هذا الجهاز به بعض العيوب. العيب الاول اللي في هذا الجهاز هو السينيال الاشاره، ف بعض الترددات اللي كتوصل الاشاره ديالو 57 كاليتي في النيلسات كتلقى في هذا الجهاز 34، اي ان هذا الجهاز بالنسبه للفيدات اللي كتوصل الكاليتي في الاشاره ديالو بحال الفيد تاع اوتيلسات 3، الفيد ديال القنوات القطريه، ف 32 في الكاليتي بالنسبه للاجهزه الجيده. اما بالنسبه لهذا الجهاز لا اعتقد انه سوف يلتقط تلك الاشاره، اي 32 في الكاليتي في الاجهزه الاخرى، هذا ربما تلقى فيه 12 او 16 كاليتي، فهي اصلا منعدمه بهذه الطريقه، اي 16 كاليتي فهي ليست اشاره جيده. وكذلك العيب الثاني الموجود في هذا الجهاز، بعد ما كتشري هذا الجهاز عند البائع فهو عندما بلا بغيتي تفعل السيرفو اللي كاين في هذا الجهاز لا بد ما تفلاشي الجهاز، اي تقوم بالتحديث ديال الجهاز. لا يدعم تحديث اونلاين، عليك تدخل للسيت ديال اوروفيو وتيليشارجي تحديث ديال جهاز اوروفيو انيفرسال اش تي ميني 20، ومن بعد تلوحو على اليو اس بي وتفلاشي به الريسيبتور او الجهاز. ولكن العيب اللي غادي تلقى في الجهاز الى فلاشيتي بداك السيرفور الاخير ديال هذا الجهاز، انه لن ما غاديش يشد لك الواي فاي. الا كدير كلي تاع الواي فاي وتطلق الواي فاي اصلا ما غاديش يقوم البحث الشبكه، كيعطيك بعض البارامتر باش يعني توصل الشبكه ديال الواي فاي بالجهاز، ولكن ما خداماش لا تشتغل. هذاك هو العيب الثاني، بلاصه الشبكه يعني الواي فاي او الكاتر جي، هنا مكتوبه الكاتر جي ولكن ما كيعطيكش البارامتر في التحديد الاخير بلاصه الكاتر جي او الشبكه. الا بغيتي توصل الشبكه بالجهاز بعد تحديث الجهاز ما كيعطيكش كيفاش دير، يعني السيرفر ما غاديش يتفعل. ربما غادي تختار دير المودم، ربما يشتغل الموديم، اما بالنسبه للواي فاي جربت الواي فاي ما خدامش. كما كتشوفوا هنايا، فاعتقد ان جهاز اوروفيو يعني عباره عن خرده صراحه. هذا الجهاز عباره عن خرده،
بعد ما شريت الجهاز شفت بعض الفيديوهات في اليوتيوب كيشرحوا فيه الطريقة ديال تفعيل السيرفور بأن الجهاز جيد. نعم ستار كام برو سيرفور مزيان، ولكن العيوب في هذا الجهاز، العيوب الأخيرة اللي كاينة في هذا الجهاز هو داك هو المشكل اللي كاين في الجهاز اوروفيو اش تي من انيفرسال. قبل ما تشري الجهاز تأكد بأنه هو جهاز مزيان كيشتغل مزيان، ماشي في السيرفر. ما كنهضروش حنا على السيرفر، السيرفر الأصلي الثمن ديالو فوريفر 150 درهم، السيرفر العادي الثمن ديالو 100 درهم، لا يتعدى 100 درهم، 150 درهم في السيرفر الفوريفر. إذا غادي تشري الجهاز ركز على الجهاز، يعني جهاز الاستقبال ريسبتور هذاك هو المهم. انا عندي مثلا اش دي بيناكل اش دي 9200 اللي فيه الطونغ، يعني كنشتغل به لسنوات. جهاز البيناكل كنشتغل به لسنوات، جربت بيناكل 9100 وجربت كذلك بيناكل 9200 اللي فيه الطونغ، جربت 8100 كذلك. فأجهزة البيناكل كتعود من أفضل الأجهزة الموجودة حاليا، ماشي في الاشتغال ديال الريسيبتور يعني الجهاز. كدير التحديث، إلا بغيتي التحديث القديم ترجع ليه غادي ترجع ليه، كدير التحديث جديد، كتدخل ليه السيرفر سي سي كاميا دوميا كيشتغل مزيان، ما كتلقى فيه أي مشكل. بالنسبة للسينيال كذلك كتلقى أن الإشارة ديالو مزيانة، يعني في بعض الترددات كتوصل 90/90، هي الإشارة الأصلية هي 90/90 ليست 100%. فالأجهزة اللي بها السينيال 100% فهي فوق الخيال، يعني الأجهزة اللي فيه 90/90 هي الأصلية بالنسبة لبعض الترددات، فهو كيعطيك الإشارة المضبوطة الصحيحة في بعض الأقمار وبعض الترددات. كما قلت الى غتشري جهاز اوروفيو بلا ما تشري اوروفيو يونيفرسال من اتش دي، ربما اختار شي حاجه اخرى من اوروفيو. هذا هو المشكل. المميزات كاينين ولكن العيوب اكثر من المميزات. الى غتشتغل به مثلا في النصات عاديه يعني، ولكن كما قلت السينيال هابط بزاف، الكاليتي تاع السينيال في جميع الاقمار هابط بزاف، في الملتي ستريم كما قلت في السيرفر 6 شهور، ولكن العيب ديالو ما كيتكونيكتاش مع الواي فاي. بعد ما كدير لاكلي تاع الواي فاي في الاول قبل ما دير سميتو فلاش كيشتغل الواي فاي في الاول، ولكن كنهضروا على التحديث الاخير. التحديث القديم شغال الواي فاي مزيان، ولكن في التحديث الاخير يعني لا يشتغل الواي فاي. إذن أصدقائي متابعي قناة كونسلت، أتمنى أن أفيدكم في هذا الشرح. ما تنسوش تشاركوا الفيديو مع الأصدقاء، بارتجوا الفيديو مع الأصدقاء باش يستفيد الجميع، والضغط على جيم إذا أعجبك الفيديو. شكرا لكم على المتابعة، والسلام عليكم.